بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. إحنا دلوقتي في المسابقة رقم 4، اللي هي المسابقة الجميلة اللي تعتبر من أقدم بطولات التنس، اللي هي ويمبلدون. ويمبلدون ليها طبعا مذاق خاص، إنها بتتلعب على الملاعب العشبية وصلبة بنفس الوقت، بس عشبية بتبقى تقيلة يعني. وليها مورجين طبعا من جميع دول أوروبا بيحضروا هذه الدورة، وهي بطولة من أقدم البطولات التنس الأرضي. وفاز بأول كاس فيها كان لعيب واحد اسمه سبنسر بوزي. سبنسر بوزي ده كان 1877، هو ده يعتبر المؤرخين بيأرخوا من أول لعيب دون إن هي البطولة قامت من أول هذا اللعيب اللي هو سبنسر بوزي سنة 1877. وتقام البطولة دي بتقام في شهر يونيو ويوليو، اللي هو شهر 6، آخر أسبوع في 6 وأول أسبوع في شهر 7. ومن كل عام في منطقة ويمبلدون في العاصمة البريطانية في لندن. وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، وتعتبر في نظر اللاعبين هي من أهم فعلا البطولات الأربع. يعني كان رولان جاروس أو أستراليا المفتوحة أو أمريكا المفتوحة من ضمن البطولات جراند سلام ولها أهمية كبرى، ولكن ويمبلدون بيبقى زي ما قلت أنا في البداية لها طعم ومذاق خاص، وبتبقى لها رونق لأن هي من أقدم اللعب، من أقدم اللعب المضارب او لعبه التنس الارضي هي ويمبلدون. فبالتالي بيبقى كل لعيب بيحاول يحرص على انه يحصل على هذه البطوله، بطوله ويمبلدون، ويفوز بها لانه يعتبر بالنسبه له انجازا عظيما بالنسبه لاي لاعب من اللعيبه العشره الاوائل اللي بيبداوا في هذه الدوره. توقفت هذه البطوله برضه زي رولان جروس لما قلنا في الفيديو بتاع رولان جروس الحرب العالميه الاولى، لان البطولات دي طبعا كلها قامت في القرن 19، فبالتالي كانت الحرب العالمية الأولى في القرن العشرين، في بداية القرن العشرين، فكانت الحرب العالمية الأولى بدأت سنة 14، كانت الدورة دي برضه بأرقام سنوية، توقفت سنة 14، وتوقفت 15 و16 و17 و18 في الحرب العالمية الأولى، وتوقفت أيضا في الحرب العالمية الثانية سنة 40 و41 و42 و43 حتى 45. توقفت بطولة ويمبلدون برضه في هذه الفترة. وتعتبر ويمبلدون عنصر جذب سياحي لدى زي بطولة، ولكن ويمبلدون بالذات عشان في متحف هناك، متحف التنس العالمي موجود في هذه المنطقة، فبالتالي كل المريدين أو المشاهدين أو المعجبين أو المحبين لهذه اللعبة بيتمنوا يروحوا هذه المباريات على أن يوجد متحف كبير في ويمبلدون، ويتمنوا أن هم يتفرجوا ويشاهدوا هذا المتحف الموجود في ويمبلدون في بريطانيا. ويوجد سوق كبير جدا، سوق تجاري كبير جدا موجود في هذه المنطقه، برضه بيعمل رواج، بيعمل شغل للسياحه وجذب سياحي في هذه المنطقه. مما يجعل الايام بالنسبه لايام ويمبلدون يعني كانها عيدا او عرصا رياضيا في هذه المنطقه داخل لندن. وتتوافد عشرات الالاف من المشاهدين في هذه المنطقة لزيارة المتحف كما قلنا في المتحف التنس العالمي، ولزيارة بعض أماكن التنس الملاعب الموجودة في هذه المنطقة وفي جميع دول العالم لمدينة ويمبلدون لمشاهدة المباريات التي تقام على هذه الدورة. شكراً.